أجرى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت يرافقه محافظ المنوفية جولة موسعة لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة المنوفية. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم. جرمين، بعد التحية أطلعينا على الجديد لديك. نعم، بعد التحية نتحدث عن مشروع قطارات مبادرات حياة كريمة والذي يواصل السير في قرى محافظة المنوفية كباقي المحافظات في أنحاء الجمهورية. نتحدث عن أكثر من 81 قرية ومركز خلال المرحلة الأولى لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأكثر من 120 قرية ومركز خلال المرحلة الثانية لتنفيذ هذه المبادرة الرئاسية والتي يتم من خلالها تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخدمية والتنموية وفق خطة متكاملة حتى يشعر المواطن بما يتم على أرض الواقع. كنا منذ قليل في زيارة لقرية شمة والتابعة لمركز أشمون، والتي تم تحويلها لقرية نموذجية عن طريق تنفيذ عدد كبير من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. نتحدث عن تنفيذ مجمع خدمات حكومية ومجمع زراعي، أيضا إنشاء مدارس ورفع كفاءة وتطوير المدارس الموجودة بالفعل، إلى جانب إنشاء ورفع كفاءة وتطوير مراكز شباب. تحدث أيضا عن مد خطوط صرف صحي وغاز طبيعي، وأيضا إقامة أسواق حضارية. كل هذه المشروعات تتم وتم الانتهاء من جزء كبير جدا من هذه المشروعات ليتم تحويل حياة المواطنين في هذه القرى. أيضا مبادرة الحقيقة بتولي اهتمام خاص بالمشروعات الخاصة بقطاع الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات. كان هناك جولة منذ قليل لتفقد وافتتاح مكاتب خدمات بريدية بعد تطويرها عن طريق زيادة شبابيك تقديم الخدمات في هذه المكاتب، وأيضا تقديم كل الخدمات سواء البريدية التقليدية أو الخدمات الرقمية والخدمات أيضا التي تتواجد على منصة مصر الرقمية للمواطنين. أيضا كان هناك عملية تحويل كابلات النحاس إلى كابلات الألياف الضوئية، وهو ما يزيد سرعة الانترنت المقدم للمواطنين في خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إلى جانب أيضا العمل على رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي بالمحافظة، إلى جانب تنمية القدرات الرقمية لشباب المحافظة. وبالحديث عن الشباب، نتواجد حاليا في مركز إبداع مصر الرقمي، والذي يعني هو في جامعة المنوفية، وهو جاء في إطار مبادرة حكومية بيتم تنفيذها في 6 جامعات حكومية من أجل تقديم كل الدعم للطلاب ورواد الأعمال وأيضا أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ومساعدتهم من أجل تحقيق التحول الرقمي. إذن هي مشروعات مستمرة ومتكاملة لتقديم خدمات لأكثر من 60 مليون مواطن في الريف وتحويل حياته لحياة كريمة. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم، شكرا جزيلا لك ولكل ما أضفتي لنا من تفاصيل.